السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يدي خوش كبراين هجا ام هاتي نخلق اكاديتر جبرنامه ما بريكانا جبر كرنا صورتا الكهف دقال ماموسا سربرشتما ماموسا فوات علي هرواسا خوش كما ماموسا منتهى مدى شفيق افجر ام دي افجر اجي بيرا هوال هندينن كو يدي خوش كبرا بسيارت كن هردم كا اف بريكانا چر وجات هدستر لشوانين ایک شمب و سه شمب و پنج شمب لدم جمیر دهی شویل سرشاشا کانال خابیر تیوی تیتا پیش کش کرن و اجبر چند اگر اکان مل شوا پنج شمب پا شیخز و او روکه کوشا و اینیه هم و ام داخواست سرکفتین بو همی پشکدار خواه خوازین و هر واساش بری که ام بچن پشکدار خواه دی بیرا حوال تشتاگی گده گده گرن کینن که او جی ام بیج نهوا تنی ما ده کسی تنگ که ام وانا هد بجیرم که ببینه سرکفتی بلی پا از دل بیرش تاکی بجمه هوا که از وعده دمه هوا که هین ببینش سرکفتی ها یعنی هکر سیدای ما بیشتر ما چا اندی بلگیش ده کسا تفر ببینه سرکفتی از دل بجمه هوا پیغمبر علیه صلاة و سلام دل بیجتن که دا چه انیت کرد دلی خواه او دیه تاریکاتا تمامه که چه انیت کرد دلی خواه او دیه تاریکاتا ویجا دلیت خواه پاقش بکن انیت خواه خالص بو وجه رب العالمین ورم ویری هاگر هین نبینش وان ده سرکفتیا هوا هدیه خواه مسو گر کردف که دف رب العالمینی هر وگی طرایفیش گونه که جوانت بیجتن اف قلمی هنی اگر نگه بی حبر بتن مادی بها اکمینتن نخیر هاوی هند بهای های ام بی بنویسن هاگر ما بی حبر ام دیاوی نتانه کده مروف جی هند بقیمتن هندی انیتا دلی وانا پاقش و سلیم بتن بو وجه رب العالمینی هاگر اوی مروفی انیتا وی نا پاقش بتن و نا بو وجه رب العالمینی بتن نک رب العالمینی چه قیمت نامینتن و نک عبدا جی چه قیمت نامینتن اف جاهین همی بشک دار انیتا دلی تخوا پاقش بکن هاگر هین ویری نبینش سرکفتیا هین نک رب العالمینی هدیه خواه مسوگر ورگرن انشاءالله تعالی اگر ما مصاحبت ماجی کردم یعنی شتا که بتن و ام برف بشک داری خواه بچن خود تعالی خواه تمزی بودی انشاءالله بله اگه تا گودی همی خوشک برا سرکفتینه انشاءالله دنیای آخره دی سرکفتینه و سرد که اونجی دنیای دف خودی سرکفتینه و مانه طبیعت مسابقه واسه برای نبیل تا اشارت پیدا مثلا نیزی که پینجی و سیا که یاد خواه نویزین وان پینجی و سیا ما هم دی ده که حل بجیریم تمام هدیت ایک و دو سی جدانه یه دیج چاره حتی ده هدیت وانج جدانه بس و کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجت که تا چه انیت اینا دی خود دیفی انیت دیتا انشاءالله یعنی هر تجاره شکدار همین نخسارت انشاءالله همین اتفایده نه هر طبیعت مسابقه او نسیده مثلا شمی اینجو سی هم دی ده هر بجین نزده ترن خود تعالی خیلی تمنس انشاءالله دا وقتی من اچت ام اکر خوشکم انتوات شکه بتم دی برای شکدار رو بچین جبر گلکی ها پشکداران و نبینا دمیجی اما اگر خود هست که دست بگین گل پشکدار ایگه بلا کرم کن بله و علیکم السلام و رحمت الله و رحمت الله و برکاته گلب خیرات برا عزیز یا رسول الله چنکه ممکنی زیکی هم تو گلب خیرات بس نوی خواه و بابی خواه؟ نویم دلوان جاسم محمد بله دلوان جاسم محمد و گلب خیرات سیدا ایک بیت اوی دنی رخی دی برای ورق اکی با پر بجرم پر بجرم در سیدا ای فو بله دست خوش دیکھو ایک دلوان یا الله نسی پسیاری تنکا ایک دلوان پسیارا ایکیش آیت تا سیزده حتی یا شازده از اونو که بتخوینیم دست پیکاوی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه إلها آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا سعادت خوش بس ولا هيك جالك باش بس كاك دلوفان دامش بين لكن بتو يدي جابت كو حصاد خينن وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله كلمة دي تشاد خينن فأو ساكي همزة ساكنة تمام فأو تمام فأو يعني ده دنجي قطع كل سر همزة فأو إلى الكهف بو يعني وقتها يدي وجاره يدي وقتها تدخينه فأو تمام بس حتى تخوش السؤال دوي آيات 57 حتى يا 61 57 حتى 61 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه بلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صحة قش سورة دمائكش آيات النطو دوي حتى النطو هشتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا ما شاء الله صحتك خوش جزاك الله خيرا برايد اللوفان سركفتي بي إن شاء الله خدت تعالى مشكريتها ببهرنا كده جلّك بوزمي جلّك خير ودي بشك داري دوي أكر مرحف بلا كرم كت ده يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلب بخير هاتي. خير هاتي برعاية. عبد الله شو؟ عبد الله هشام. جلب خير هاتي برعاية. عبد الله. بلى سيد درست. درست دیگه عبد الله ان شاء الله تجدید کی برای دلوانو هودی هیچ باشتر برای دلوان دلی نمیره مگه هیچ باشتر ان شاء الله این زیره کن صحت و خوش سوال ای که عبد الله آیات 19 حتی یا هم دو آیات سیدا 19 و 20 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم از دو کلمه سی بو تبیجم چکی خواه آیات هر دو چک دریج ندریج بس یعنی طبيعتي في قوي مرحلة أولي تقريبا حفظ رزاق زيادتر نبت بينجا كيمتا نبقى مواسطيني تقريبا تقريبا چكي دو كلمة سيازي دو كيما نمرو فيها بجا هما دو كلمة سيازي خوينهم تو ديادي تمام كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا بعضا او بعض يوم جوريدين قالوا ربكم اعلم بما لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا ربنا يعلم بما وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم ولن تفلحوا إذا أبدا ما شاء الله صحته تخوش خندرك جلك جوان بدا إنهم إن يظهروا دوباره كده عليكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم ولن تفلحوا إذا أبدا الكلمات تشيلت نظرا دوباره كده أو يعيدوكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم وجعلنا بينهم موبقا نأتوا bu içinde kelime değil. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم بله. وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا بله. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا بل الساعة تخش بصيرة دمويش آيات نطونة حتى الصعب الشاشة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا الذين كانت وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وذلك جزاء ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك جل جلك جنبي بس كوك عبد الله فحبطت أعمالهم فلا تتكلم دي رتشاد بجي نقيم كبجة فلا فلا نقيم لهم بله يعني ضمية تمام بنظام برقوهم تكير واو تكير مادة طبيعية فلا نقيم لهم درست صحتك خوش جزاك الله خيرا جلك جونك جلك بارك الله فيك جلك خير انت جلك خير بله بله بنهر تغيزدار ان شاء الله دي كرم كين جل بشك دارا قد ديري بلا كرم كين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير هاتي خشك عزيز خوف داني ياسين نوفي من زينب أنور جلب خير هاتي خشك زينب جلب خير كريم كي خشك زينب خواهي كيب هل وشي رب دفنا أفدنا خشك زينب شوف كيف أتاك هذا كشكرا. بلو إكيب كتير ده. إكيب كتير سيدا بس كيف كتير. تمام خلاص. سيدا كتير. ب. سيدا آية تابست دوبه. بله. بله خش كزينة. حتى آية تابست الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما
تمام. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بل تشتر عصبة صحة تخوش سيارة دي خشك عزيز آتا تشلو شاشة سيدة حتى تشلونها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بله خشكا زينب صحة خوش بصيرا سيو يادمو هكي تصادو السي حتى صادو ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. شكرا عزيز لبس برافا. واتخذوا آياتي ورسلي وما أنذروا. أدرس. واتخذوا
آياتي وما واتخذوا آياتي بزق سري آياتي بلى ذلك جزاء ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما شاء الله دست تخواش من خوشكا زينا دست بي كي وقت آيات خان دي يا دست بي يقول هل ننبئكم بالأخسرين و تدقل آيات دي وقت تمام كري تشاء تمام كري بيك وكر وقت بيك وكر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كرتون الراست شود بيجي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين بشيك دارا كادي تر وعلى السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا طب خير هذا برا خير هذا خشك عزيز خوب دان ياسين دفع هنا جوسم هنا جوسم جلب خير هاتو خشكا هنا خير بخوش حابين بشيك دارياتا سباز بيكرا بلا خشكا هنا خشكا هنا هما بماش دس بيكي دس بيكا ما دس بيكا صورات كهف سؤال عولي هما دس بيكي بخوينها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا رب العالمين تفقات بد إن شاء الله بس يا ردوي آتا تشلوشة شي سيدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً لَا يُغَادِرُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بلي دست خوش خوشك هنا بس يا راسي ويد مهيكي تصادو حفتي حتى دمهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بله خوشگاه نه دست خواهش رب العالمین تفیقات عبدت گلک بخواهش حالین تبشیگ دارید برنامه مداکیری سعادت خوش خیر حتی خوشگاه نه دماهی بجدار بلا کرم کرامت بله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جل بخير أنت. خير هذا. ورب خوارق يجيب حد مجنون شنو يكون خب دنيا سينش. نوبل محمد مصلح مصطفى فولا شاشة وطفانا كبير. جل بخير هذا محمد. أنت أنا أصيل بس ما قلت أدو بو بيارة فاضلين يلا بخير أنت أجبرها صلاة كهف نعم همين نعم سعادة خوش صحة خوش محمد يلا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية موزدي حتى يابيس تو إيكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
إذ يتنازعون بينهم أمرهم قال قائل منهم كم لبثتم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا بلى سؤال دويش آيات السهو دويش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من صاحبه وهو يحاوره أنا أقل منك مالا وولدا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره درسته أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا صحت خشتك جلا جنب السؤال دموهيك لأجدن خيرا منها منقلبا صحت خوش سيارة دمائك مرزا انتو زاد دي زيلي بيها ويسألونك عن ذي القرنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة درست كلك جونا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها في عين حمئة قلنا يا ذا القرن كلمات سيد مهم بريبه دي حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ما شاء الله بارك الله فيك جل جنبي جل عمل تدريش كده شلوب داي باب ده خد خير داي باب تبع بس إن شاء الله عبلا همي زارك جابل فيو داي باب دي بكن صحادة ده خوش بله بنا لتغيز دار بچنده جي اما تندو مهكا وخلاقه راستي جي برنامج ما ولا براوشة چنكي برنامج ما شو لك خيري ويقري ده او جيش بالكرنا قرآن بيروزة بس راستيت افشا ودا برنامج ما براوش تريكت بشيك داريا وان كاسد نابين ام دي بيجين وان كاسد نابين و برنامج ما براوش تخوان بشيك داري كرنا و هر دي ساد گل بشيك داري كرنا وان زارو كد گلما دا بشيك دارد بن راستي اف هر دو تشتد ها كاسد نابين و انسان بچيك وي برنامج دا بشيك دار بن اوها درس اكدت ما ام خود بین مقصر یعنی ام جهل و ام گنجن ما چوت گنجن ما دی ترب چوت مجیلن دی بین گلک جرا هندک انسانت نابینت هین سحر حتا و رب سترانا و تشتی دی ترب مجیلن بس اف کسیت ها برنامج ما براوش دی خاند او نابین ام خود در حقیت وصدت بین مقصر در حقیت و قرآن بیروز دا هر دی سانجی کسی زاروک چند زاروک هند عمر محمدی دا تشتی دی ترب اب آیپاتا و سحر حتا و رب لعبا و تشتی دی ترب مجیل و اف کسیت و زاروکت وکی محمدی قرآن بیروز و مجیل راستی جه سر بلندهی ابو فان مالد کس نابین و زاروکت وکی محمدی دو عشر رب العالمین دکین جواک مبر خرکا بدد و قرآن بیروز چکی گوتنه که هیود بیجن اعلم ابنک القرآن و سف یعلمه القرآن و کل شیء بجه زاروک فیر قرآن بکه قرآن دوی فیری همی تشتاکت و چند جمعاتی دماغا و خلاکم والحمد لله رب العالمین